أنا إزاي بدأت في موضوع هندسة الصوت ووصلت لفين؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات هندسة الصوت. الحلقة دي فيها شوية دردشة، يمكن القصة بتاعتي تستفيدوا منها بحاجة في حياتكم، وممكن في تطور مستقبلكم وتطور أعمالكم تقدروا تتعلموا حاجة من الغلطات اللي أنا عملتها مثلا، أو الحاجات اللي أنا عملتها مثلا طلعت كويسة وجات معايا، فممكن تستفيد بيها تأثر لك الوقت بتاعك اللي أنت هتوصل فيه للي أنت عاوزه. قصتي ازاي بدأت مع هندسة الصوت؟ ان الناس كلها طبعا تعرف من الحلقات اللي انا اتكلمت فيها عن اللي انا عملته قبل كده، انا كنت موسيقي، يعني كنت بعزف جيتار وكنت ساعات بأدي اداء صوتي مع الجيتار، فعازف موسيقي ودرست شوية موسيقى، يعني درست في ترينيتي، الكورس بتاع ترينيتي بالذات النظري، النظري وصلت فيه تقريبا لمستوى السابع، والعملي وصلت للرابع او الخامس في الكلاسيك بس، ولكن خبرتي في العزف كانت في المودرن لما كنت بعزف مع الفرق وبعزف مع الباندات، وعملت المواضيع بتاعت تكوين عمل موسيقي وتوزيع عمل موسيقي وتلحين في حاجات كتير، فكانت خبرتي الفعلية في العزف وفي الموسيقى بصفة عامة هي ديت اللي أنا يعني كنت بشتغل عليها بقية عمري. في مرة كنت بعمل أداء صوتي لحاجة خاصة بالبي بي سي هنا، ومعايا صديق ليا كان بيعزف آلة الطبلة وأنا كنت بعزف آلة الجيتار والعود وبغني، فعرضوا عليا الهيئة اللي احنا كنا بنعمل معاها العمل الموسيقي ده الخاص بالبي بي سي ان احنا نعمل سي دي خاص بكل الفنانين اللي في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها من ثقافات مختلفة، فكنا احنا بنمثل الثقافة العربية، هنعمل التراك بتاعنا او التراكين في الموضوع ده، واتفقوا معايا فعلا، قلت لهم ماشي انا ما عنديش مشاكل، وصديقي قال ما عندوش مشاكل، وادونا معاد اننا هنروح عند مكان في فلان الفلاني، هنروح عشان هيسجل لنا الاغنيه بتاعتنا واحنا هنقوم بالعزف والغناء وعمل كل شيء، وهو اللي هيقود التنسيق الموسيقي بتاع الاغنيه بتاعتنا ديت او الاغاني بتاعتنا دي. رحت في الميعاد انا وصديقي، فوجئت ان الراجل دوت مش في مكان عمل، ده استوديو، ده بيت، يعني هو في بيته، استقبلنا في بيته الراجل ودخلنا اوضه الريسبشن بتاعته وقعدنا واتكلمنا وبتاع، وبعدين قال لي تعالى بقى يلا نخش علشان نسجل الاغاني بتاعتكم، فانا قلت يمكن الراجل ساكن في الاستوديو، يعني الراجل قاعد في استوديو مثلا، فدخلت فوجئت باوضه عاديه جدا، حتى ما كانش فيه عزل يعني، وفوجئت الراجل قاعد على اللابتوب وجنبه جهاز صغير كده وفي ميكروفون ما استعملتوش قبل كده طبعا، لان انا ما كنتش بسجل في استوديوهات كتير، فانا قدامي انا استوديو مايكروفون استوديو، انا مش عارف نوعه ايه حتى، ولكن عارف ان ده مايكروفون استوديو، يعني غالبا كانش كل شغلي قبل كده بالمايكروفونات الديناميك، ومكان معين كده عزله هو في الاوضه ديت بشويه مخدات على الحيطه كده، او يعني انواع من العزل على الحيطه، بس مكان في ضمن الاوضه، يعني هو مش منفصل عن الاوضه يعني، وحاطط المايك فيه بتاع. ساعدني طبعا ان انا وصديقي ده كنا حافظين الشغل بتاعنا جدا، فاحنا دخلنا تراك على طول، اقول له طب انا عايزين نسجل تراك كذا، لا اتفضل، طب روح اعمل كذا، طب اخلط مش عارف ايه كذا، طب نضيف كذا، احنا هنعمل تراك ثاني فوكال، طب كل اللي اقول له عليه الراجل بيقول طب خلاص مفيش مشاكل، قلت تك 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 على اللابتوب بتاعه، وانا عملت فعلا التراكات بتاعتي ديت وطلعت عمل فني دخل في السي دي اللي عاملينه عن فنانين المنطقه، وفي منتهى الجمال، كان في منتهى الجمال، فقعدت معاه قلت له تعالى فاهمني ايه الحكايه، انت ازاي سجلت الكلام ده باللابتوب بتاعك ومايكروفون قدامي كده، انت انا توقعت ان انا هاجي الاقي استوديو كبير، قال لي لا دلوقتي العالم تقدم في حاجات كتير قوي، وبقى الاجهزه اللي انت بتلاقيها في الاستوديو دي كلها وبتاع بقت موجوده سوفت وير دلوقتي على اللابتوب بتاعي، وكمان الجهاز اللي انت شايفه ده هو اللي بياخد الصوت، بيقلب الصوت الانالوج يبقى ديجيتال، يدخله لي على الكمبيوتر وانا بعمل فيه في الكمبيوتر كل اللي انا عاوزه. فانا لقيتها فكره عبقريه، لان فعلا ما كانش قدامي الكلام ده قبل كده، كان لازم الفكره اللي في دماغي انك انت بتخش استوديو فيه اجهزه هاردوير هتسجل عليها وتسجل على شرايط وعلى ايدات وحاجات كده، والاجهزه ديت ما كانش في غنى عنها، يعني العالم الديجيتال ما كانش بالقوه ديت، لغايه ما تنبهت ان الكمبيوترات بقت قويه جدا في اللحظه ديت، وبقت بتعمل سوفت وير وبتعمل هاردوير. طب انا سالته التكلفه بتاعت الكلام ده ايه؟
قال لي التكلفة بتاعته بسيطة جدا، وحكالي التكلفة بتاعت الجهاز الاوديو انترفيس والسوفت وير اللي جابه على اللابتوب بتاعه والمواصفات بتاعت اللابتوب، مش محتاجة يعني اللابتوب عبقري يعني، والمايك نفسه دلوقتي في مايكات رخيصة من المايكات الكوندنسر عشان تقدر تشتريها وتجيب كذا وتجيب كذا. فالولد ساعدني في ان انا اخد فكرة عن الموضوع، فايه إيه يعني ثبتت في دماغي بس ما ركزتش قوي يعني. في مرة كنت انا بشتغل طبعا الصبح شغل تاني خالص غير الموسيقى يعني، فكنت في مأمورية لشغلي في بلد هسافر لها بالقطر، يعني مسافر بالقطر وممكن هقعد 3 4 ايام مثلا وهرجع تاني برضو بالقطر. فدايما من عوايدي يعني ان انا لما ادخل محطة القطر ومسافر مثلا بروح داخل المحل بتاع المجلات والكتب اللي موجود في المحطة، بيبقى كل محطة فيها محل من دول، واشتري الحاجات اللي انا هقدر اقراها في القطر واقدر اقراها في الرحلة بتاعتي اللي هتبقى موجود هناك لو قاعد يومين ثلاثة بعيد عن البيت يعني. فلقيت مجلة اسمها كمبيوتر ميوزك، موسيقى الكمبيوتر، وشدني العنوان جدا ولمع في دماغي اللي كان بيعمله صديقي اللي هو مهندس الصوت دوت. فقلت ايه الحكاية بقى، شوف ايه حكاية الكمبيوتر ميوزك دي. جبت المجلة وقعدت اقرا فيها خلال رحلة القطر، ولما وصلت هناك حتى كمان عند المكان اللي انا كنت اقعد فيه 3 4 ايام رجعت الفكرة اختمرت في بالي بعد ما كانت، لو كنت شفت المجلة دي قبلها باسبوعين ثلاثة ما كنتش هفهم حاجة خالص من اللي بيقولوه دوت، ايه الكلام الغريب دوت وايه الاوديو انترفيس وايه الكلام ده. ولكن لما رحت لصديقي اللي هو سجل لنا الاغنية ديت كل حاجة ثبتت في دماغي عن طريق المجلة ديت اللي شرحت الموضوعات ديت والكلام ده والسوفت وير اللي بيستعمل في الحاجات دي وازاي تركب الاستوديو بتاعك. فكانت فعلا كل حاجة ركبت مع بعضها كده صح. طبعا انا يعني كان ممكن اجيب كل حاجة وكان ممكن ابتدي اظبط الموضوع انا بقى وابتدي اجرب، واخد بالك زي ما ناس كتير عملت، بس انا قررت ان انا ما اخدش السكة ديت، اخد الموضوع العلمي. كان صديق ليا في مصر شجعني وقال لي انت قدامك فرصة كويسة، حاول تتعلم حاجة مش قدر تتعلمها وانت في مصر. فقررت ان انا فعلا التحق بكورس تابع لكلية من الكليات هنا لتكنولوجيا الموسيقى، دي اول واحدة، وبعدين كملت بكورس لي درجة دبلومة في هندسة الصوت. وفعلا التحقت بالكورس دوت. الكورس ده ما كانش بنقعد في قاعة محاضرات وبيشرحونا، لا ده الكورس ده كان في استوديو، المكان ده الموجود لزيال حتى الان، والاستوديو دوت عزيز عليا قوي، اتعلمت عليه على كل حاجة، اتعلمت على الحاجات الانالوج من الاول قبل ما نيجي نسجل على الالات الديجيتال، وابتدت تظهر الهارد ديسك اللي احنا بنقدر نسجل عليه، وابتدى الكمبيوتر كمان يتدخل في ان انا بسجل عليه. يعني كان في هارد ديسك لوحده كده في مكنه مسجل، يعني كانوا مسجل، وفي بعد كده دخل الكمبيوتر بقى كمان، يبقى الكمبيوتر بسجل عليه على طول من الميكسر بتاعي. الكورس ده كان دقيق جدا وكان منظم ومنضبط وكان عملي، كل حاجه بايدنا، كان حوالي 5 تقريبا يعني 5 بنبقى في السيشن العملي دايما. فانا خلاص قدامي فرصه اشتغل ساعات طويله على الاجهزه الصوتيه ديت. ابتديت اتعلم ازاي اركب مايكات للالات المختلفه، يعني من الامتحان مثلا كان هتسجل لباند مثلا، فازاي تسجل البيزست وازاي تسجل الدرامر وازاي تسجل الات الكيبورد، ازاي تسجل المطرب وتحط المايك فين وكم مايك انت محتاجه وانواع المايكات اللي تستعملها ايه والكلام ده، كل ده اشتغلت بايدي. انا حطيت المايك بايدي وربطته عملته بكابل ودخلته في الشيء، وبعدين رحت هناك على الميكسر اشوف وصل ولا ما وصلش وايه المشكله اللي حصلت. لازم تشتغل بايدك بالكلام ده عشان تعرف، لان ثلاث ارباع شغل مهندس الصوت يبقى ربع علم مثلا، وثلاث ارباع عمال يحل مشاكل، يعني عمال يحل المشاكل اللي بتواجهه. فاتعلمت الموضوع ده، وتعلمنا كمان على السوفت وير اللي بتستعمله عشان تعمل اديتنج، وابتديت اعمل تجارب، وكمان بيبقى فيه في الاخر زي رساله صغيره بتقدمها عن بحث موسيقي انت بتعمله. انت عملت بحث بتاعي كان له علاقه بتطور الالات الموسيقيه من الستينات لحد مثلا الالفيه في مصر، وكان بحث وهم ما كانوا مرحبين بيه لان ما يعرفوش كتير عن الموسيقى في مصر اتطورت ازاي. فانا حطيت اختلاف طرق التسجيل من المناطق المختلفه من التاريخ اللي انا عاصرته وشفته.
ففادني جدا الكورس دوت. بعد ما اخدت الكورس قررت بقى ان اعمل استوديو بتاع البيت بتاعي، وابتديت حبه حبه عندي اللابتوب بتاعي او الكمبيوتر بتاعي، ابتديت اشتري مايكروفون واوديو انترفيس، وابتديت اشتري سوفت وير بسيط، وابتديت اعمل الكلام ده وابتدي اجرب بنفسي واسجل كذا. سجلت بعض من الاغاني اللي انا كنت بعملها قبل كده، وطبعا لما بسمعها دلوقتي طبعا فيها عيوب كتيره ما كنتش اعرفها وقتها، دلوقتي عرفت حاجات كتيره تانية. ساعد طبعا الثوره بتاعت اليوتيوب اللي دلوقتي بقت الناس كلها بتتعلم حاجات كتيره منها دلوقتي، وفي ناس كتيره يعني على علم وثقات تقدر تتعلم منهم حاجات كتير موجوده، وفي كورسات كمان دخلتها اونلاين وحاجات كده، واتعلمت وقريت كتب كتيره وقريت مجلات كتيرة خاصة بالموضوع دوت، وقريت في مواضيع كتيرة تخص هذا التخصص، وكل يوم بتعلم حاجة جديدة، وده ساعدني ان انا استمر في المجال دوت وان انا احبه اكتر، لانه له علاقة بالموسيقى. انا مثلا لو انا بالفرقة بتاعتي بعمل حفلة او حاجة، انا ممكن انا اعمل الحفلة ديت هندسة صوت خالص، بس هعزف يعني. المشكلة بس انك تجيب واحد يقف وانت بتعزف مش هتبقى سهلة يعني، ولكن الضبط الاساسي لفرقة اساسية طبعا ممكن اعمله بسهولة، مفيش اي مشاكل خالص. وابتديت يبقى عندك خبرة وانت كعازف وانت كموسيقي، تبقى عارف ايه بالظبط عيب الصوت اللي طالع من المجموعة بتاعتك، وممكن توجه مهندس الصوت اللي انت عاوزه بالظبط، وممكن تفهم لو كان في حاجة هتعمل مشكلة تبقى تتلافاها وتعرف بالظبط بتعمل ايه. فهندسة الصوت كموسيقي طبعا دخلت جوايا الحاجات كتيرة قوي اقدر استفيد منها، وعملي كموسيقي نفع جدا هندسة الصوت. فانا في اشتغلت مهندس صوت في اماكن مثلا، وفي حفلات وفي حاجات ما كنتش موسيقي فيها، بس الناس طلبت مني اعمل هندسة الصوت، فانا ببقى عارف انا بعمل ايه بالظبط، وعارف ايه اللي رايح وايه اللي جاي واعمله. وكعملي كموسيقي فادني في ان انا اعرف الموسيقى هيبقى عايز ايه وايه اللي هيحتاجه وهتتعمل ازاي. فيعني الاثنين دخلوا في بعض، والاثنين ادوا العلم المشترك ما بينهم ان انا ابقى كويس في ديت وكويس في ديت لو انا حبيت يعني. الغلطات اللي انا عملتها حاجات كتيرة ممكن تكون اشتريتها مش هتلاقي لها لازمة، يعني بتشتريها لمجرد البريق بتاع الاعلان اللي هم بيعلنوه عنها، وتفاجأ انك انت مش هتحتاج حاجات كتير قوي يعني. مثلا سوفت وير زي لوجيك برو مثلا اللي بينزل مع الماك، ده بينزل مع الحاجات بتاعته اللي هي التقليدية، زي ما بينزل مع سونار وبينزل مع كيوبيز وبينزل مع آلات يعني. فالالات اللي بتنزل معاك دي كفايه جدا انك انت تعمل اللي عاوزه، اللي ناقصك بس الخبره الموسيقيه وانك انت تبقى فعلا عايز تفكر. من الغلطات اللي عملتها انك انت ممكن تجيب حاجات كتير جدا لدرجه انك تقعد قدامها ما انتش عارف تعمل حاجه. لو قدامي حاجتين اتنين بس اختار منهم كنت هستعملهم اقصى استعمال وهطلع منهم حاجات كتيره. لما يبقى قدامك اختيارات كتيره بتقعد كده مش عارف تعمل، وتقعد تجرب في دي شويه وتلعب في دي شويه وتلعب في دي شويه، نفسك زهقت وتمشي. دي اول غلطه. تاني غلطة عدم تحديد وقت للإنتاج. أنا شغال بمزاجي يعني أما بيجي لي شغل بتاع، بالذات الناس اللي بتيجي لي بأعمال هي عايزة تعمل لليوم يعني، عذبت ناس كتير معايا. ليه؟ لأن ماليش مزاج أشتغل النهاردة، ماليش مزاج مش هشتغل، مش هحط إيدي في حاجة. فما بيقعدوا يجروا ورايا بقى أسابيع وشهور لغاية ما ياخدوا الحاجة بتاعتهم بعد ما كنا عملتها زي ما أنا أرضى عنها يعني. فدي عيب من عيوبي. من الناس اللي عايزه، لو انت عايز تلتزم بالموضوع ده ويبقى شغل لازم تروح الشغل فعلا يعني. انت تقول حتى لو كان الشغل ده ساعه ساعتين، تقول انا ساعه ساعتين دول هقعد هعمل كذا 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 بس كل يوم، وليك ميعاد ثابت بتخش فيه وتخرج فيه. عملت حاجه ما عملتش حاجه اديك قاعد في المكان بتاع العمل بتاعك، واخد بالك؟ فدي تحديد وقت انك انت تعمل فيه انجاز او تعمل فيه شغل او تعمل فيه حاجه، وخلال ذلك بقى هيجي لك بقى الشغل اللي هيجي لك ولا هتعمل فيه الكلام ده كله، خلاص هيجي لك انت مجهز الوقت اساسا بتاعه يعني. ثالث غلطه ممكن نقول ان ممكن تجيب مايكروفون ده ثمنه 3 ارباع مايكروفون تاني اغلى سنه، 3 ارباع بس يعني، مش هقول لك حتى ربع الثمن ولا حاجه يعني، مش ربع، 3 ارباع بس يعني وفرت 25%، وانت تقول اه ده ارخص طب انا هاخد دوت، رغم انك انت التاني هو دوت اللي الناس جربته وعملت عليه ريفيوز والكلام ده كله. فانت تشتري الرخيص، بعد ما تشتري الرخيص تفاجئ انك انت ندمت وعايز تشتري الغالي، لان هو ده اللي هيعمل اللي انت عاوز تعمله بالظبط. الرخيص ده مش هيدي لك ناقص حته، ففي واحد يعمل لك بالظبط اللي انت عاوزه اكتر شويه، وفي واحد يعمل لك ناقص حته، بس انت وفرت الفلوس. هل الفلوس اللي انت وفرتها ديت توازي النقص اللي انت عملته؟ احيانا بتبقى المهمه باظت مش هتعرف تعمل بيه حاجه. فاحيانا بيبقى شراء الحاجه المناسبه اهم من شراء الحاجه الارخص، فما تسترخصش. ساعات بيقولوا مثل انجليزي بيقول لك الغالي رخيص. الغالي رخيص يعني ايه؟ يعني لما تشتريها مظبوطه
هتشتريها مره واحده وخلاص وتدفع فيها الرقم ده. لو اشتريت رخيص هتضطر تغيره وتبيعه وتجيب حاجه تانية وتخسر وتعمل وبتاع، فده يبقى اغلى عليك من انك انت لو اشتريته مره واحده بس اشتريت صح. فدايما لما تشتري حاجه ادرسها كويس جدا وشوف اللي انت عاوز تجيبه ايه بالظبط وحوش له الفلوس المناسبه عشان تقدر تجيب الحاجه ديت وما ما 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 تغيرش الحاجه دي بعد فتره. يعني انك انت تنبهر بالاعلانات اللي بتنزل كل شويه وتشوش نفسك، يعني تلاقي مثلا نوع من السوفت وير نازل بانواع كمانجات مش هقدر اعيش من غيره، انا مش هقدر اعمل اي شغل من غيره. لا يا حبيبي، مفيش حاجه بتتوقف على حاجه، كل حاجه سنه صغيره بتزودك وبتاع، بس مش هي دي اللي هتتوقف عليها عملك الموسيقى او عملك الفني. حاول تخلي دايما عملك الفني نمره واحد، اهم حاجه الموضوع نفسه، ركز في الموضوع الاول وبعد كده تدور على التولز اللي هتعملها. تلاقي نفسك ما بتستعملش حاجات كتير، تلاقي الحاجات اللي انت عندك ممكن تكون كفايه جدا وزياده. فما تعملش الفوكس بتاعتك على كل اللي يجيلك من الاعلانات والمعلنين والناس اللي بتجرب والناس اللي بتعمل وبتاع، ما تشوش نفسك بالحاجات دي اكتر. حاول تركز دايما ان الموضوع هو اهم حاجه، جرب في الموضوع الاول واعمله بادوات بسيطه جدا وهتلاقي الموضوع بسيط، ان هو من غير تكلف ومن غير حاجه خالص. اخر غلطه واهم غلطه بقى، دي الغلطه اللي بيقع فيها كل مهندسين الصوت والناس اللي بتتعلم جديد هندسه صوت، الحشو. انك تحشي كل حاجه في وقت واحد. يعني كنت اجي اعمل تراكات مثلا، الاغنيه انا عارفها والاغنيه حلوه وعملتها والكلام ده كله، بس الاقي التراك انا حاطط عليه 17 افكت ما بيعملوا، يعني زحمه جدا الدنيا، بتسحب الدنيا جدا لدرجه انك في الاخر تلاقي الصوت اتخنق ومسرسع وعام وانت مش عارف هو ليه الكلام ده، لان انت خنقته اساسا، قصقصت فيه وعملت فيه، والحاجات دي كلها ما بتخش مع بعضيها كمان، انت مش دارس ايه علاقه ده بده وايه علاقه التردد ده في الصوت في الاله ديت وفي الاله دي في الاله دي، ما تعملهم كلهم مع بعض بيرفع لك الصوت عالي جدا فتضطر توطي عشان توصل، ما تعملش كليب مثلا. فكل الحاجات دي كلها بالسنس كده، انت في الاول لما تحشي وترمي الحاجات دي كلها بتبوظ الدنيا خالص، وتضطر تفك كل الكلام ده تاني وتعيد من اول وجديد عشان توصل لصوت نقي وصوت واصل. فالنصيحه انك انت دايما تعرف حاجه اسمها less is more، less is more، القليل يكفي، القليل كفايه جدا، القليل هو كثير. مهمه مهندس الصوت مش ان هو يقعد يحشي افكتات ويقعد يحشي مش عارف ايه والكلام ده كله ويطلع صوت هلامي ما حد يسيبه، لا خالص، دي مش وظيفته خالص. ده بالعكس، هو التحسين البسيط للصوت اللي متسجل كويس اساسا وخلطه كله بحيث يطلع الميكس المظبوط التمام الحلو الجميل اللي يبرز اجمل ما في الموضوع اللي اتسجل. لو الموضوع اللي متسجل وحش او طريقه التسجيل وحشه، والله لو كنت مين كمهندس صوت ليك حدود معينه مش هتقدر تتعداها، مش هيطلع حاجه حلوه من حاجه وحشه متسجله. فاختار الموضوع بعنايه، اختار الادوات بتاعتك بعنايه فيه، ودايما حط التاتشات النهائيه وخلاص، هو دي عمل مهندس صوت. فدي اخدت مني فتره سنين طويله على ما قدرت اتعلم مع نفسي بقى، ان لان انا التعليم بتاعي كمان ما كانش ليه عواقب، يعني بمعنى ادق لو انا في الاستوديو وعملت الحاجه اول مره وطلعت بايظه كده طبعا مش الناس مش هتشغلني، فهضطر ان انا اخف المسائل على طول وابتدي، انما انا لا، انا مش بخسر حاجه، بعمل حاجه واثنين وثلاثه، ما تعجبنيش ما تعجبنيش ما تعجبنيش ما تعجبنيش، بس كان ممكن اعمل حاجات كتيره قوي حلوه لو ما كنتش انا اتبعت الموضوع بتاع حشي الدنيا كلها قبل ما طبعا ما اتعلم الموضوع بيمشي ازاي. بعد كده يعني لما دخلت الكورس بتاع الاستوديو شفت كم اللي بيتحط مش كبير خالص، بالعكس ده حاجات بسيطه جدا، ولكن الموضوع اللي في النهايه بيطلع لك موضوع محترف جدا بكم اجهزه بسيطه جدا بتضيفها. فالاجهزه البسيطه اللي انت بتضيفها دي هي تضيفها في السوفت وير تبقى خلاص خلصت القصه بتاعتك. فدايما حط في بالك القاعده دي، less is more. دي كانت شويه دردشه كده كنت حبيت ان انا ادردشها معاكم، يعني في موضوع هندسه الصوت، علشان يمكن توضح حاجه بس بسيطه للناس اللي عاوزه تتعلم هندسه صوت او الناس اللي ماشيه في المجال دوت، لعلها تؤنسهم في رحلتهم. واشوفكم الحلقة الجاية.